أجبر تحت التعذيب بالاعتراف على المتاجرة بالمخدرات. طبعا من شدة التعذيب اللي تحدثوا الأهل هنا أنه توفى أثناء الاعتقال. طبعا قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 69 بالمادة 333 عالج هذه القصة، موضوع التعذيب من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة، خصوصا في موضوع انتزاع الاعترافات في التحقيق أو الاستجواب الأولي. كذلك المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المادة 37 من الدستور، أيضا عالجت هذه القصة وحرمت التعذيب الجسدي أو النفسي، لكن لا تزال هذه القصص تتكرر. خلونا نشوف هذا الحديث من ذوي المتوفي ونرجع إلى الاستوديو. خصا بحادثة الولد الشاب المغدور أحمد مهدي أحمد عبد الصمد حسين، وهو كامل خارج من الأمراض، خارج من الواقع الصحية، دخل في المركز المخدرات منتهم وسلم نفسه بنفس الوقت. هو زين 4 أشهر هو عندهم، خلال هاي الفترة سالم سليم، خالي من الأمراض، خالي من جميع أمور، ولا الشاب تو دخل سن 18 زين، ودخل بأمراض بتحت التعذيب من وراهم. ناشدنا أكثر من مرة ومرتين الثلاثة، حاولنا ردنا قدر الإمكان نطلعه من ونسحفه نوديه إلى مستشفى، لا حد استوجبنا إلا بمادة. زين هاي وحدة. اثنين، طالبنا أكثر من مرة يا جماعة الخير أنتم هذا تعبان ولا الشاب خارج من الأمراض، حاول قدر الإمكان نسحفه يردون إلا قرار قاضي. مشينا القرار القاضي طعلونا بأعذار شرعية مثل ما تقول، بأعذار هي الحكومة اللي مشي إجراءات حكومية ما يمشي لك بأجل المادة. اثنين ثلاثة العفو، ردنا مثل ما تقول نحاول نودي بمكانات نسعفه أو مشي الحال تيرث لها، صار لك 15 يوم تعبت أموره بالكامل زين، وتوفى عدو ما توفى بالمستشفى، هو عدو متوفى بنفس الوقت ودول مستشفى الجموري. علي اثار تعذيب، اكو ضربه براسي، اثار برجلي، وما اقدر اسولف انه خلال هاي الفتره لانه حالته منهاره. سلم نفسه هو طالع للشغل، يعني هم ركضوا ورا واحد مطلوب ودخلوا لبيتهم، فاجت القوه ورا هذا المطلوب طب هذا البيت دهموا البيت، بيت المرحوم الله يرحمه، هو بالشغل من داهموا البيت فتشوا البيت ما لقوا شيء، ما لقوا أي شيء، يعني هو الولد بالشغل عنده ستوته يشتغل بهم خبر، فمن أجا سمع هو يتيم، هو المعيل الوحيد لأهله، وعنده أخت توها شوية يعني هذا وأمه موجودة، فقال أنا ليش يجيك الساعة يجون علي وخافي داهموا البيت مرتين وثلاثة وأربعة، لأن ذولي ما يفكون، فهو راح سلم نفسه. نسلم نفسه يعني من تلقاء نفسه ما حد جابه، راجعنا مرتين ثلاثة ما موجود عندهم ما ندري به، مو اعتقال، هو اللي سلم نفسه من مركز مخدرات شط العرب. من بعد ما أخذوا أقواله صدقوا بداية وقضائي وخلوه يعترف إجبارا، وخلوه يعترف قوة من أثر التعذيب، وقالوا له لازم تعترف على بعد على ناس تجيبهم. اي جاب اي من التعذيب، هو عمره 18 ما كملت 18 كلها، فقام يجيب من التعذيب جاب له 2 3 انطاهم اي، واللي جابهم هم يا جماعه اصدقاء نفس العمر، هم نعذبوهم هم احترفوا عليه، فسووه شني من تلقى نفسه ومن سلم نفسه سووه تاجر، يعني تاجر مال المخدرات وتاجر حبوب وتاجر ما اعرف شني، وافترت علينا ما نعرف شنو اللي الاجراءات هي. وبعد التحقيق هذا خلصوا التحقيق من عنده، ضلينا نواجهه، من ضلينا نواجهه ساعد حالته. احنا كذوي الفقيد اليوم نطالب دوله رئيس الوزراء باجراء او بتشكيل لجنه تحقيقيه بالحادث من قبل وزاره الداخليه، وزارة العدل، وزارة الصحة، حقوق الإنسان، وديوان محافظة البصرة على ملابسات الحادث اللي حدث
احنا حسب اعتقادنا كذا والفقيد بين هناك جريمة قتل قد حصلت. رئيس الوزراء بالأيام الماضية أكد على ضرورة حقوق الإنسان في قضية السجون العراقية. احنا نريد يحسسنا رئيس الوزراء بأنه فعلا جاد بقضية حقوق الإنسان، وإلا نحن مع القانون اليوم وغدا وبعد غد مع القانون.